السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة كات كام وليد منصور. النهاردة إن شاء الله الحلقة الثالثة من سلسلة محاضرات كات كام بالمصري مع وليد منصور. النهاردة هنبدأ نشتغل مع بعض. ده أول حاجة، ده شكل الجالوي، ده اللون بتاعه. السيتنج هنا ممكن ندخل عليها ونختار دارك مود. أوكي، ونقفل البرنامج افتحه تاني هتلاقيه اتحول للدارك مود. ده بقى اللون بتاعه، ده الدارك مود. تمام، خلونا نشوف أول حالة معانا ايه النهاردة. احنا مش هنشتغل حالات كتير، يعني ان شاء الله الفيديو ده مش هيبقى مطول زي الفيديو اللي فات. يعني تعالوا مع بعض نشوف أول حالة هنشتغلها. دي حالة lower premolar lower 5. تمام، نفتح ال XCAD زي ما شفنا المرة اللي فاتت. هنا هيكون اسم الطبيب، احنا أكيد مسجلين يعني. هنا رقم الحالة، ممكن واحد، هنا اسم الفني، نوتس قلنا lower 5، خليها كومينج. اوكي، تو ستون موديل ان اوكلوزن، هنسيف، هيفتح لنا الفولدر هنا، نبتدي ناخد الملفات. الملفات بقت موجودة في فولدر الحالة السوفت وير. هندوس سيف، ديزاين، هنا طالب مني لور جو، نزل لور الأول، هنا الأبر. تمام، ما هنا أول حاجة بنعملها إن احنا بنظبط الفيو بتاع الكاست. نوصله نكست. هنا بالنسبة للخلفية احنا بندخل على تولز، بندخل على سيتنج للسوفت وير، وبناخد شو جراد. كده هيظهر لي الخلفية دي. تمام، لو مش عايزينها هنشيل ال سوري علامة الموافقة يعني اللايك. أول حاجة نرسمها المارجن، ممكن ندخل اكسبرت الأول. تمام، ده هنا هيفتح لنا القوائم كلها. اول حاجة اعملها ان انا احاول ان انا اشوف لو في اي حاجة مش مظبوطة بالكاست، اعملها free form scan data. هنا في air bubbles، نعم حاجة بسيطة. تمام، هنا احنا دلوقتي في الاكسبرت مود. لو دوسنا كليك يمين على السكرين على الشاشة هيظهر لنا الاختيارات دي. اول حاجة المارجن، تحديد مارجن. تاني حاجة الفيو بتاع الكاست، adjust scan data. تمام،
وهنا edit mesh ان احنا لو محتاجين نقص حاجة من الكاست. طبعا الحاجات دي كلها مشروحة المرة اللي فاتت، إن احنا هنعلم على المنطقة اللي احنا محتاجين نعمل لها كات وندوس ديليت تتمسح. ممكن نقص لا بره. تمام كفاية كده يعني. هنا الفري فور نعمل add or remove للكاست. هنا موديل لو هنعمل للكاست موديل. هنا الميرور، يعني في قوائم كتير بتبقى موجودة يعني، هما دول بس اللي احنا بنستخدمهم يعني. في السيتنج في التول دوت ممكن نستخدمه، هو يعتبر وحدة قياس. احنا لو عاملين مثلا ديزاين او محتاجين ان احنا نشوف سبيس بين حاجتين نقيسها. تمام ده مش هنستخدمه. سكرين شوت تالت أيقونة لو محتاج اخد سكرين شوت للكيس. بس اللي نستخدمه مواد حاجات بسيطة يعني. نظبط المارجن، ممكن نغير الفيو اللون بتاع الكاست. لو رسمت المارجن بدوس نيكست. هنا اول حاجة هنعملها الانسيرشن، انسيرشن دايركشن. تمام هنا ده الجزء الشفاف ده هيعوق الكراون في الانزال بتاعه، فاحنا نحاول نبعد شوية. تمام كده set current view اوكي. تمام هنخش على البوردر، انا بقفل البوردر. ندخل على السيمنس جاب، ما اعتقد ان 30 كويس. دوس نيكست. ودخلني على مكتبات، اختار مكتبة. ابتدي اعمل كرون. تمام كويس مظبوط. دوس نكست.
هو عمل أدابت المارجن، ممكن أبتدي أوطي المناطق التاتش. نخش على أدبت أو ممكن أقلل دي شوية لما تبقى زرقاء مثلا. ممكن بالأدبت بقى كلوزة 1 مللي أو ممكن نخلي 2 مللي مثلا، 2 من 10 كت. عمل اتريشن، ممكن نبتدي نعمل سموز كده، اشيك على الكراون من كل الاتجاهات بالنسبة للكونتاكت. هنا في، هنا مفيش كونتاكت، هنا بعيد خالص، قربوا شوية، ندخل نعمل أدابت أبروكس اللي هو الكونتاكت. تمام، ممكن نخليه زيرو زي ما هو أو نعمله بالماينس كمان، يعني ممكن نعمله ماينس 4 مثلا. طبعا هبتدي أظبط المناطق بعد الكت، نقلل الثيكنس، بس نكست. هنا لو هعمل شرينك هحدد له الديبس مثلا، يعمل شرينك 36 مثلا. هو عمل انكماش بالمعيار اللي احنا اخترناه. لو عايزين فول اناتومي هنلغي الشرينك خالص، نعمله زيرو. تمام، بس نكس وكده ما عملش الشرينك خالص. تمام، ابتدي انعم شوية بس من هنا. لو محتاج ان انا ارسم الانجلز ممكن اختار بروش دايت مثلا، اد ريموف، حاجات بسيطة يعني. مقبول من ورا. تمام، بس نكست. هو خلاص بدام الكراون بقى اخضر كده يبقى هو الشغل خلاص هيتسايب يعني. تمام، لو دوسنا نكست هيقفل السوفت وير. احنا ممكن في حاجة نعملها بدل، يعني دلوقتي الناس بتاخد سكرين شوت مثلا عشان خاطر تبعت السكرين شوت للدكتور يشوف الحالة ويدي ملاحظاته. في حاجة تاني ممكن نعملها، ان احنا ندوس كليك يمين. تمام، وندخل على كلمة سيف، سيف سينس، بنكتب مثلا اسم الحالة، أي حاجة مثلا، علي، وهنا السايز بتاعها. أول حاجة ندخل على مكان الكاست، ندوس عليها، ننزل الاسم. ممكن أغير السايز بتاعه أقلله شوية.
هنا ال thickness بتاع البروز بس، ندوس اوكي خلاص، هو هيسيف بقى كله قطعة. عايزين نزود البن اللي احنا مسحناه هنا، وغير تقريبا ندوس اوكي. بس كده الكاست بقى موجود عندي، الابر واللور. ندوس الويزرد نكست بقى جاهز معايا كل حاجة. هنا بقى ظهر عندي اللي هي الموديل اللي هو الكاست اللي هنعمله بريدر. ندوس نكست خلاص، هو كده سايب الحالة بقى. تعالوا نشوف، نفتح حالة تانية. تعالوا مع بعض نشوف الحالة التانية ديت. الحالة دي هيبقى فيها شغل كتير، بس أنا حاولت إن أنا هشرح السوفت وير في الحالة دي إن شاء الله. يعني على يونت سنترال وبريدج 3 يونت. أربعة وخمسة بونتك وستة كراي، تمام. نفتح ال اكسوكاد نبتدي نسجل برضو. رقم اتنين مثلا كراون سنترال، خلي كوبينج أربعة ستة خمسة بونتك. واحنا لو دوسنا على الكنترول وضغطنا على اي سن هيجيب اخر الاختيارات اللي احنا كنا عاملينها. يعني انا اخترت كوبينج، بعد كده دوست كنترول وكليك شمال هيظهر معايا نفس الاختيار اللي انا اخترته للسن دوت. بونتك هنا دي الوصلات، حاطط اتنين كونكتور، تمام. ندوس سيف. ممكن ناخد هيلسي عشان لو هنعمل ميرور. تمام سيف، هيفتح لي الفولدر. بس هبتدي انزل الحالة نشوفها. ناخدهم كوبي كده، نزلت الملفين في الفولدر بتاع الحالة. دوس سيف ديزاين. عايز ابر جو هنا ندور تجاوز. نظبط الفيو بتاع الكاست. نكست. نبتدي نعمل المارجن. ممكن
ممكن نعمله ديتكت نجرب. انا بحط له بوينت على اول شولدر وهو بيبتدي يرسم الشولدر بعديها، وممكن برضو ندخل على كوريكت ونبتدي نظبط اكتر يعني. هو الاسهل ان احنا نبقى نعملها كوريكت من الاساس يعني. يعني تمام، رقم 21 أهم حاجة نبدأ وإحنا بنبص على الرقم، الرقم بيبقى مكتوب فوق السن. وصلوا نكست. خلونا كوريكت على طول. دي السن رقم 24 البريمولر. وصل نكس. طلب هنا ال 26. تمام. هنا ندخل على الجاب سيمنت جاب. نبدأ أول حاجة نعملها الانسيرشن. هنا الانسيرشن كرونيت تمام، هو هياخد انسيرشن بتاع السنتر. تمام، set current view. هنا ده بريدج، فانا هعلم هنا unique insertion direction for bridge، نعلم عليها هيظهر لنا البريدج التاني. وممكن نختار من الاسهم يعني، احنا عندنا كده اتنين، السن السنجل السنترال وتحت اللي هو البريدج. لما بنعمل الفيو بتاعه لونه بيبقى احمر يعني. نعمل set current. اوكي، هنا احنا المفروض هنحط اتنين جاب سيكنس، واحد للكراون وواحد للبريدج. يعني احنا البريدج مثلا ممكن نقول مثلا اوكي 58، البوردر هيتقفل للكل. تمام، هندوس نيكس. هو كده حط السيمنت جاب. انا ممكن دلوقتي ادخل اكسبرت واختار التولز بتاعت السيمنت جاب. احنا اخترنا الكل يكون حاجة و58 تقريبا. ممكن اقف على السن لوحده السنترال لو هغير الجاب سيكنس بتاعه بقى ازرق. ممكن من تحت نختار بوتوم. بوتومز هيظهر لنا اللي هي الايه السيمنت جاب 58. ممكن نعمل الكراون مثلا على 3 مثلا. خلاص تمام اوكي، كده هو غير الجاب سيكنس للسن دوت. بس ممكن ندوس ويزرد نرجع تاني. انا هعمل اليونت سنترال ميرور، يعني هنا في ميرور في كوبي، انا هعمل ميرور. تمام، واختار السن. هو بيعمل اوتوماتيك بيقطع السن وبيغير الجاب بتاعه. اوكي حاول نظبط.
تمام، ندوس له نكست. هنا وانزل السنترال ميرور والتاني المكتبة العادية اللي احنا مختارينها. عايزين نغير مكتبة، ممكن دوس اكسبيرت ونحدد اللي احنا عايزين نغيرهم. تمام، واختار المكتبة دي مثلا. احنا هنا شغالين من الويزرد، يعني داخلين على الويزرد. شوف التاتش جت بسيطة يعني. بس اوكي، ولو دوسنا ويزرد هعمل بقى، دخلنا مرحلة الأدابت للمارجن، نبتدي نعمل فري فورم للحالة كلها. نقطة التاتش كاظبط، لو عالية شوية ممكن نغطيها. كونتاكت كويس، ممكن نبدأ بالبونتك، نعمله أدابت. تمام، نبدأ بقى أول حاجة بالسن السنترال، ويبقى تاتش إكبير يعني. هنا يعتبر البريدج كويس يعني، مفهوش شغل. نخفي الكوست، نبص على الحواف بتاعته، تمام كلها. واحنا بس ممكن نزود على البونتك، لازم نعمله شفاف عشان يقبل الإضافة، حاجات بسيطة يعني عشان يبقى ضابط على اللسان. نبص على السنترال برضه، نحاول ننعم.
ممكن نغير اللون بتاعه نشوف، نعمله يسطا. ده ممكن أعرض شوية كاسب، بس تمام هندوس نكست. نكست كمان. احنا مش هنعمل قتل للكلوزة لان هو اصلا اسنان بعيدة يعتبر. هنا الشرينك تمام، يعني ممكن نعمل مثلا هنا شرينك، ندوس هنا واعمل شرينك للكراونات. احنا اخترنا في الارشيف غلط، يعني اخترنا ان ده فول اناتوميك. طيب كده هو مش هيدينا اوبشن للشرينك الكراون دوت، بس في طريقة تاني كويس ان احنا جينا كده ندوس اكسبرت ونختار السن، ندوس كليك يمين، لا تولز change type، هندخل عليها على السن دوت لان هو كان متعلم بالازرق، هو دوت البونتك لو ضغطنا عليه هيحوله للريديوست. نوصل اوكي خلاص كده هيعمل لي شرينك كمان للبونتك. انا كده كده مش محتاجين نعمل شرينك ناقص دخلنا على مرحلة الكونكتور. ماشي احنا في كذا طريقة للكونكتور، خلونا نشرحها مع بعض. في أول حاجة الأشكال تمام، ممكن نختار أي شكل وبعد كده ندوس أبلاي. هنا الحجم بتاع الكتلة، كتلة الكونكتور ممكن نزودها ودوس أبلاي، كده حرك الكونكتور لورا تمام. وفي عندنا طريقتين تاني، في طريقة لو دوسنا هنا هنظبط الهاي والويت تمام، ندوس له ابلاي تقريبا نفس الحاجة يعني. يعني في كذا طريقة، ممكن مثلا الطريقة التالتة في لما ندخل فري بيحول لي الكونكتور بوينتس، ممكن انا اتحكم فيها من هنا ايه تمام. وفي طريقة تالتة برضه رابعة، ندوس نيكست. هنا احنا دلوقتي خلصنا الشغل تمام. لو جيت انا دلوقتي دوست على فري فور هيدخل لي ان البريدج هيكون هيتعمل له اكسب، هيبقى قطعة واحدة. ودي الطريقة اللي بنستخدمها لما بنيجي نعمل برينتر اي بريدج، بعد ما نخلص بندخل على الفري فورم بيطلع كله زي كده قطعة واحدة. ممكن نبتدي نزود بقى من هنا، طبعا تحت بنقفل عشان خاطر ايه يبقى ضابط يعني. ممكن نملى كده وبعد كده نعم. ممكن نستخدم تولز هنا برضو بتاعت الريتش. ممكن بالبروش صغير نعم
تمام، احنا حافظنا على الاناتومي بتاعنا يعني. من تحت ممكن برضه نظبط، ناخد البروش الأكبر شوية. لو أنا بعمل سموث ودوست على الشيفت هيقوي المسح. تمام كده، ممكن ندوس نكس. بس كده الديزاين بقى جاهز معانا على الميلينج ان شاء الله. احنا هندخل برضو على الديزاين موديل، ندوس نكس. انا اختار ال لو دوسنا كنترول هتظهر عندنا الاسهم دي. دوس كنترول ونبتدي نحرك الكاست. تمام كده، ندوس نكس. هنا بيسألني هتعمل داي. احنا لو محتاجين نعمل دايات نفصل الكراون اللي معمول له تحضير عن بقية الكاست هنسيبهم زي ما هم. لو انا مش عايز ديتشنج همسح بقى المركب ده. نكس، انا باخد انسيرشن، شيل الديتش كده. هيعمل لي الكاست البرينتنج للموديل، هيكون قطعة واحدة. هنا برضو الانتاجونيست بس بقى جاهز عندي كاست على البرنتنج. ممكن نحط الجوم، طبعا هنا لو هنحتاج نعمل الارتكليتور الموجود هنختار سبورت بين. ممكن نغير في الهايت بتاعه. هنا لو هكتب حاجة على الكاست هو مش عارف، هو مهنج تقريبا. تمام، هو كده جهزهم لي على الطباعة. دوس اكسبر، خش على شكل التاتش. تكست هنا بقى لو هحتاج ان انا اكتب اسم على الحالة او رقم. مثلا ده الميرور طلع كويس، ده البريدج مقبول.
هنا مثلا ندوس اوكي، خلاص كده الكاست بقى جاهز على البرنتنج. تمام، انا زودنا حاجة بسيطة. انا هعمل ايه بقى؟ هاخد الحالة دي نشرح عليها البري اوب كمان بالمرة. انا كده لو حطيت الكاست مع الديزاين ودوست كليك يمين عملت سيف واختار الامتداد بتاعه يكون STL، نسميه بقى بري اوب. تمام، ندوس سيف. يس. تمام كده بقت الحالة جاهزة، نخرج منها خالص. هنا ظهر معايا الملف اللي احنا سايبناه اللي هو البري اوب سكان. بري اوب ده الكاست والديزاين بقوا قطعة واحدة خلاص، لكن مثلا الدكتور واخد امبريشن قبل التحضير وعايز تعمله نفس الديزاين بالظبط فبنعمله بري اوب، او في ناس بتبقى بتعمل الواكساب وبعد كده بتصوره يعني. فاحنا في الحالة دي اصلا هنفتح هنا ديزاين لكنها حالة عادية خالص، والمفروض ان احنا هنا لو دوسنا على الاختيارات بتاع السن نلاقي فيه موجود بري اوب موديل. لو اخترناها من بره اوكي، ما اخترناهاش مش مشكلة يعني. هنيجي ندلت اللي احنا عملناه اصلا يعني الاناتومي، بس مش هندلت ال minimum sickness كده. ليت ندلت الاناتومي. ممكن نغير المكتبة أصلا كلها، يعني احنا هنعتبر ان احنا عملنا الانسيرشن والجاب سيكنس وكل حاجة وظبطناها، وبعد كده جاي على المكتبة نختار أي مكتبة يعني تكون قريبة شوية. بس اوكي، correct. نعمل أول حاجة ننزل البري أوب، ندوس على tools، وبعدين ناخد add or remove mesh. تمام، هنا مكتوب بري أوب الاختيار، وفي اختيارات تانية ممكن نضيف جينجيفا مثلا أو أكساب سكان، هو زي البري أوب بتاعنا. احنا هناخد دلوقتي بري أوب ونعمل لود، هيدخلنا على الفولدر على طول بتاع الحالة اللي انا مسجل فيها البري اوب. يعني المفروض الدكتور هيبعت لك الابر واللور والبري اوب فايل، فاحنا هندخل على البري اوب ننزله. يس ماتشنج، هو عمل ماتشنج اوتوماتيك. ده البري اوب. طب لو ما عملش ماتشنج صح، ممكن يعني في حالة حالة ان هما الاتنين مثلا مش مظبوطين في الماتشنج، هعمل هنا align مش واختار points موجودة في الاتنين تكون واضحة بحيث ان هو يعمل لها الماتشنج. طب كلير، المفروض يمسح بوينت واحدة مش عارف مرضيش يمسحها ليه. apply سوري بقى يا جماعة، مش
هنحط بوينتس على الفلاي بدل ما الفايل الكاست اللي هيتنقل، وتاني حاجة نحط على الفيكسد. رقم 6 نعمل بيست، هنا بيست فيت يعني بيدمج ملف أكتر على أدق وضعية يعني. هو طول أوي، المفروض كده عمل تطابق 100%. بقفل دي ودوس اوكي، خلاص بقى معايا البري اوب. تمام، لو دوست حرف البي اللي هي بي بين هنلاقي البري اوب بيظهر ويختفي معانا. كده معانا الفايل بتاع الحالة وفايل البري اوب قبل التحضير، نفترض كده يعني. تمام، واحنا عملنا ماتش البري اوب على الكاست كده. تمام، هندخل بعد كده نظبط الأسنان نرصها في مكانها. ممكن البري اوب نظهره ونخليه شفاف، هندوس شيفت وسكرول بنص الماوس نضغط عليها هيخليه شفاف. لا مش بيتحرك. اوكي، لان احنا واقفين في حاجة تانية. لو قفلنا دي خليه شفاف. بحيث ان احنا نعمل حجم الاسنان قريب من الموجود. هنحاول نغطي البري اوب يعني، لو زيادة عن البري اوب شوية اوكي تمام، عشان يبقى اسهل في الدمج. اوكي، خلينا نرجع الويزرد. نجست عشان نعمل كات للكاستنج. وهنا عمل أضبط. تمام، عادي خلاص يعني. احنا هنرص الأسنان تكون قريبة من البري أوب شوية. ندوس نيكست نيكست. هنا البري أوب بقى هيقول لي يعمل أضبط، فأنا لو دوست أضبط يعني احنا هنا مش مقفلين قوي يعني، نعتبر إن دي مكتبة تانية. هندوس أضبط هيعمل على البري أوب، يعني ياكل المكتبة اللي انت شغال بيها. هو كده كده هيغيرها اوتوماتيك لان هو هيعمل دمج تطابق على الكاست اللي احنا حطيناه اللي هو بتاع البري اوب، فهيطلع نفس الشكل بالظبط يعني. ممكن لو حسيت ان هو بيهنج معاك في منطقة او حاجة تعمل ستوب عادي يعني. وممكن كمان ان احنا نعمل لو دوسنا ستوب خلاص كده هو عمل دمج بين الفول اناتومي وبين البري اوب. ده الفول اناتومي هو تقريبا عمله كده. تمام، لسه هنظبط فيه يعني. ندوس نيكست نيكست. مدخلناش على الكونكتور لسه اصلا. هو كده الادابت اللي احنا عملناه جاب نفس الشكل بالظبط بتاع الاسنان. هنا مش هنعمل شرينك. هنا بقى نحط الوصلات يعني. هو كده عمل دمج كل حاجة حتى بالوصلات اللي احنا كنا عاملينها، لأن احنا كنا مدينه الملف دوت. احنا كنا مدينه الملف البري اوب دوت عشان خاطر يعمل عليه ادابت.
تمام، هو عمل ادابت على اللي احنا نفس الاناتومي. تمام، هنا نطلع الأسنان برضو reduced. هو خلاص كده عمل أدابته وظبط الماتشنج بتاعه. أتمنى ما كنتش طولت عليكم النهاردة في الحلقة ديت، وآسف لو أنا بتأخر شوية في الحلقات، بس ساعات ببقى مضغوط في الشغل. وإن شاء الله الحلقات الجاية نبدأ بقى نركز على البريدج والفول أرش والإمبلانت والكلام دوت، عشان إن شاء الله نخلص الشرح بتاع الإكسوكات. شكرا، وما تنسوش يا ريت اللايك وسبسكرايب للقناة عشان المحتوى يوصل لناس أكتر يعني. شكرا.